فقرة زوم الشرق الأوسط نخصصها للقمة الأمريكية الخارجية وأهميتها في الظرف الراهن وفي ظل المتغيرات التي تعرفها المنطقة العربية من تطورات ميدانية وسياسية. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور محسن الأحمدي، باحث في علم الاجتماع السياسي. دكتور الأحمدي، أهلا بك. أهلا وسهلا يا دكتور. ما أهمية توقيت القمة الأمريكية الخليجية؟ هي في الحقيقة ظرفية الزيارة الملكية لدول الخليج يعني ظرفية جد حساسة ودقيقة على المستوى العالم بالتأكيد، وكذلك على مستوى منطقة الخليج العربي والعالم العربي، لكن وبشكل أدق بالنسبة للمغرب، بحيث أن مجموعة من الملفات الآن أصبحت مفتوحة وتتدخل فيها قوى يعني دولية تحاول التأثير من أجل إعادة تنظيم المنطقة حسب مصالحها. فالعاهل المغربي تبين له على المنطقة الحساس، وعلى الدبلوماسية المغربية وعلى الدولة المغربية أن تتحرك بقوة وأن تكون حاضرة في المناطق الحساسة وفي مراكز اتخاذ القرار، لأن ما ينتظر الأمة العربية بـ20 عام كما بينه العاهل المغربي هو دقيق وحساس جدا، وكذلك ما ينتظر المغرب من يعني لعب على ورقة الانفصال في أقاليمه الجنوبية هو كذلك مسألة حساسة. لذلك فالظرفية جد بالغة الحساسية، وعلى يعني الدول المغربية كما تفعل تقوم ب يعني ما هو ضروري من أجل درء ما قد يصيب المغرب أو الأمة العربية من شرور. نعم الدكتور الأحمدي، هذه الزيارة هي آخر زيارة لأوباما قبل مغادرته البيت الأبيض. بشكل مختصر، ما هي حصيلة العلاقات الأمريكية الخليجية في عهد أوباما؟ في الحقيقة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية هي علاقة جد مضطربة، وأقول على أنها بئيسة، لأن زيارة أوباما أو حتى يعني زيارة يعني المسؤولين الأمريكيين يتبين على أنه هناك مخاطر تحتق بالمنطقة، والولايات المتحدة أن أعتقد على أنها لا تقوم بما هو ضروري من أجل بالصدع، بل أعتقد على أن الولايات المتحدة هو لصالح فقط الولايات المتحدة ولا يعني تعير اهتماما لمصالح إما الدول العربية أو المغرب وحتى دول الجوار. طيب سيدي، كيف يمكن لهذه القمة الأمريكية الخليجية أن تساهم في تذويب الاختلافات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن القضايا الراهنة بالشرق الأوسط؟ هو في الحقيقة أن الدبلوماسية الأمريكية في عهد أوباما هي دبلوماسية ملتبسة في بعض الأحيان، ملتوية ومتقلبة، على اعتبار أن داخل الإدارة الأمريكية هناك اتجاهات تريد أن يعني أن تصنع القرار الأمريكي انطلاقا من تجاذبات داخل ما يمكن أن نسميه داخل الديمقراطية. ونعرف على أن تيارة متحكمة في الحزب الديمقراطي تحاول أن تؤثر على القرار الرسمي للإدارة الأمريكية، وبالتالي يتبين لنا أن هناك صراع أجنحة داخل يعني ما يمكن أن نسميه يعني الدبلوماسية الأمريكية وتجاذباتها ومن يريد أن يؤثر فيها، وبالتالي فإن الدبلوماسية الأمريكية متذبذبة، ويعني أنها في نفس الوقت تريد أن تبني وهي تحطم أو تكسر مجموعة من الإيجابيات التي حققتها الدبلوماسية المغربية فيما يخص علاقتها الولايات المتحدة والخليجية الأمريكية بشكل عام. طيب من جانب آخر، ما هو دور الخليج حاليا في حل الأزمة السورية بعد 5 سنوات؟ في الحقيقة هو دور معقد للغاية. الأزمة السورية ليست فقط أزمة سوريا، بل هي أزمة إعادة ترتيب شؤون المنطقة بكاملها. أن الأزمة السورية هي مدخل لأعتقد توطيد أو توطين
مجموعة من القوى في سوريا أو حتى في دول الجوار. أعتقد على أن العربية السعودية هي كانت مهددة، وأن العرب السعودية في إطار الزيارة الملكية يتبين على أن هذه الزيارة تروم إلى إعادة بناء المنطقة بشكل عام وفق المصالح العربية ووفق المصالح الإسلامية. لذلك فصاحب الجالية يقوم بدور جبار وبدور يعني رائد وقوي من أجل حماية أولا المغرب ومن أجل حماية المصالح العربية التي الآن يتم العبث بها. وأعتقد على أن الولايات المتحدة لها دور كبير في إما تأجيج أو في الدعوة إلى يعني موقف من دول الخليج وعلى رأسها العربية السعودية. وأعتقد أن العاهل السعودي يعني حس بخطورة ما يحق ضد الأمة العربية وضد السعودية إذا ما تم ترتيب الأوراق في سوريا في العراق في مصر وفي اليمن. فأعتقد على أن لا محالة أن العربية السعودية سوف تكون مستهدفة من خلال إعادة ترتيب الأوراق الإقليمية والإدعان مبدأ يعني تصلب الموقف الأمريكي الراهن تجاه الدول العربية. طيب هل يمكن أن نتحدث عن مراهنة أمريكية حالية على الورقة الإيرانية؟ نعم، هذا ما قالت به حتى إسرائيل عندما تبين لها كيف أن الملف النووي الإيراني في محله من طرف السفارة الأمريكية. تبين على أن إيران سوف تأخذ دور أو تلعب دور العربية السعودية، وهذا يعني الآن معطى مباشر في العلاقات الإقليمية. لكن على أن يمكن أن نستشف من خلال ما يقع حاليا على أن السعودية أصبح لها دور ضعيف في تصاعد وزن وقوة إيران، ويتبين لي على أن السعودية عليها أن تحتاط من الدور الإيراني، على الدول العربية أن تحتاط من ترتيب هذا البيت بين إيران وبين الولايات المتحدة، وبالتأكيد لن يكون في صالح لا العربية السعودية ولا دول الخليج ولا حتى دول غير العربية. الدكتور محسن الأحمدي باحث في علم الاجتماع السياسي، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.